طلعت. نحن لازم ننهي القصة. تعرف الكذب على الرئيس مثله مثل الخيانة. وليش هتسميها خيانة؟ مو نحن وظيفتنا انه نكتشف الحقيقة؟ شو قلنا مراد على مدار؟ نحن عم نشتغل مشان مبادئنا مو مشان الأشخاص. أنا موافقك، بس أنت ما عم تشتغل بمكتب الرئيس. أنا كذبت عليه مبارح وعيني عم تضرب بعينه. قدرت تحكي مع أخونا مراد؟ طول الليل كان السيد متى بالمكتب. أنا خبيت الموبايل بغرفة النائب ولهلأ ما قدرت طالعه. وأركان مخبيه هون؟ أي هون. أنا رح إلهي السيد متى. أنت طلع التليفون بأقصى سرعة، وإلا ما رح نعرف كيف رح نطلع أركان من هون. ما حدا بيعرف كيف رح تصير الأمور. كل واحد عم يشتغل بالطريقة تبعه، ولنشوف شو رح يصير. شو خير؟ لوين رايح؟ على الحمام. ادخل. سيدي ما تواخذني، آسف على الإزعاج. اللي ابني سيدي، الزملاء حابين يتعرفوا عليك. قصدي إنه يا ريت تحكي معهم بصفتك نائب الختيار الكبير. جمع رفقاتك خليني اجتمع فيهم. سيدي بالماضي كانوا ما يحبوا إنه نفوت ونطلع على غرفة النائب. مزبوط هالحكي، نحنا منروح منشوف رفقاتك. شوفوا يا شباب، كل شيء بنقدر نلاقي له حل بالأخير، بس لا تنسوا هذا بيتعلق فينا نحن وبس. كأنه في واحد منكم ناقص. سيدي زميلي طلعت راح على الحمام، هلأ بيجي. شوفوا يا شباب، أنا هلأ نائب الختيار الكبير، رح نشتغل مع بعض، وبأي وقت كان في عندكم أسئلة تجوا لعندي بتسألوني. عفوا سيدي، رح تتغير طبيعة شغلنا شي؟ طبعا رح نعيد هيكلة الأمن القومي من جديد. بلشوا بالتحضيرات، بعد شوي رح نروح على مقرنا الجديد. نحن شو رح نعمل ما بنعرف، بس المفروض انه نقوم بمهامنا على اكمل وجه. ان شاء الله. لوين بده ايانا نروح؟ عن شو عم يحكي هاد؟ ما بعرف. انت اخذت امانتك؟ اخذتها. إذا ضربنا بالزحمة وبنص النهار ما رح نعمل مشكلة مع الأتراك؟ رح تكون رسالة للبقية إنه وين بدهم يهربوا يهربوا، بيعرفوا إنه ما رح نتركهم ورح نورجيهم قيمتهم. ما في مشاكل مع الأتراك.
يلا. يا لطيف ما بنص المعركة. يا الله الله أكبر على هالشغلة. يخرب بيت يا علي قتلونا الزلمة. مين هاد يا ترى؟ بدخيلك شوفوا لساته عم يستعفى. يا شباب شو اسعاف. سيدي سيد أشرف بلش يشك، عم يضغط علي لأنه بده يتشكر الزلمة اللي أنقذ حياته، وبكرة رايح على المشفى يشوفه، وأنا عطيت تعليماتي. يعني يا فاضل أنت هلأ عم تحكي عن الرجل يلي حطيت عبد الحي مكانه؟ نعم سيدي. وين هو هلأ؟ حابسه بأبو سري سيدي. ليش جاي لعندي وعم تخاطر بسرية الشغل؟ ولازم بسرعة تسلم جثة الشاب لأشرف. بدك يروح على عيلته ويعطيهم ميدالية؟ بدك أنا خبرك؟ سيدي ما حبيت أعمل شيء قبل ما أخبرك. طيب فاضل هلأ عرفت. أنا بأمرك سيدي. بدي أعرف كل حركات أشرف. فتح عيونك منيح. سيدي خلينا نزور والدتك. قالت لي إذا ما رح يجي أنا رح أجي. نافذ أحسن ما أني روح وأقعد جنب أمي. خليني روح هلأ عجهنم أحسن لي. شو ما عملت رح تروح لهنيك بالأخير. شو يا شريك؟ الختيارية قرروا أنهم يعطوك وظيفة مربي أطفال، بس جيت على المكان الغلط. حديقة الأطفال بالجهة الثانية. أنت يلي بالمكان الغلط، خمارة بتكون بالجهة الثانية. نافذ هدول عطول الزلمة وظيفة بلا طعمة بالمخابرات، وهلا مفكر حاله صار زلمة، ويمكن مفكر حاله صار الرئيس. شريكي تعالوا كون معي بالشغل، هدول عم ياكلوا حقوقنا. من هلا ورايح انا رح احفظ لك حقوقك لا تخاف. ليش؟ فكر حالك صرت ختيار لأنه شعرك صار أبيض؟ أنا هلأ صرت نائب الختيار الكبير يا متى. فرحت لك كتير يا شريكي. أساساً يا أنا يا أنت مين رح يختاروا غيرنا؟ أنا كنت مفكر هالشغلة إلي. إيه طبعاً، شو ما بعرف؟ إيه شو جبت الشباب ليشتغلوا تحت إيدي؟ أنا كان إلي فضل لو وصلت لهون. رح حاول أعلمهم من تجاربي الطويلة، واللي منهم بده يتمرد أنا رح ورجيه. أنا جاهز لهذا الشغل. يعني في حال كنا فاضيين يا متى رح تجي لهون ورح تشرح لهم عن ذكريات الجيش تبعك. هذا إذا لقيت واحد يرضى ويسمع لك. مكان مراد على مدار ما رح أعطيه لواحد من هالولاد الصغار. شو عم بيقول هذا نافذ؟ شو اليوم عيد الطفل العالمي؟ متى الماضي بتنساه. أنا هلأ صرت النائب، من هلا ورايح بدك تحكي بحسب مقامي. كلياتكم تحت امرتي. نافذ طلعوا من هون. سيدي الست سمر قلقانة عليك، لازم نروح لعندها. اتركني يا نافذ اتركني. عاندت وما رضيت تروح على المشفى. لو عطينا خبر لعابد أكيد قلقانين عليك. نايا لو ما كان في سبب ما كنت تخبيت. ما بدي يصير شي مع عابد بسببي. بتشكرك يا عبد الحي، ما بتفكر فيني عشر ما بتفكر برفيقك عابد. إذا أجيت بسمع حكي وإذا ما أجيت بسمع حكي. الأحسن أني خلص روح. خلص حاج بقى ولدني عبد الحي، أنت مانك بوضع تروح. ما فيك تروح هيك.
يسلموا إيديكي، الشوربة كتير طيبة. يا عيني شو صاير؟ في واحد ماحي تسجيلات الكاميرات. ليش بقى؟ وليش لا يمسحها؟ هذا يعني في حدا من جوا عم يغطي على عبد الحي. وين انشاف آخر مرة؟ بحارة أياستبي. أنا بعرف المكان، كنت أخذ أغراض للست يلي هنيك. ماشي أوكان، شكرا. معلم يمكن لقيته. منيح كتير، خليك على اتصال معي. أنا طلعت يا أخي. الحمد لله، كنت قاطع الأمل إنك ترد علينا. أخي استنى شوي. معلم طلعت. طلعت شو الوضع؟ أنا حكيت مع ميرساد معلم، قدرت أنقذ أركان بس ما قدرت أقنعه بموضوع الختيار الكبير. بعده متردد. معه حق يا طلعت، وبعرف إنك أنت كمان متردد. بس الزلمة اللي راح يزيل التردد تبعكم أنتوا اثنين أنا بعرفه. فيكن تجوا على المكان اللي راح حددوا بعد ساعة؟ ما بعرف معلم، الأوضاع شوي متوترة. بوعدك أعمل اللي بقدر عليه بس لازم سكر معلم. ماشي طلعت، بعد شوي راح أبعت لك رسالة. تعال وجيب معك ميرساد. لوين بدنا نروح معلم؟ لك شو قصتك؟ كلياتنا ناطرينك. ما في داعي اشرح لكم أهمية هذا الكرسي. أول من قاعد على هالكرسي هو مراد على مدار، يعني فهمتوا شو أهميته. هلأ واحد منكم هو اللي رح يقعد عليه. سيدي بتوقع أنه القائد لازم يكون حدا من رفقات مراد على مدار بالسلاح. عابد وعبد الحي أصدقاء مهمين كتير إلنا بس ما تدربوا على القيادة. هنن بتدربوا مشان يطيعوا يلي قاعد على الكرسي، واللي بده يقعد على هذا الكرسي لازم يتحلى بالقيادة. طيب وليش واحد منا؟ لأنكن وبالأخير تدربتوا نفس تدريبات مراد على مدار. ومين عين الختيار الكبير رئيس إلنا؟ الختيار الكبير بيشوف كل واحد منكن مهمه إلو شخصيته، لأنه هو بيحترم روحكن القيادية وتدريبكن ما عين عليكن قائد. القرار هو انتو رح تختاروا قائدكم، وقال انه هو رح يحترم الاختيار تبعكم. سيدي كيف رح نختار؟ اكيد واحد منكم رح يفوز باختيار الجميع. اذا ما حصل على الاجماع ما رح يقدر يكون قائدكم. سيدي هذا اكيد رح يساوي لنا مشاكل ورح يعمل انقسامات بين مجموعتنا. هذا الشيء بيعود الكم، الختيار الكبير بيوسخ فيكم. بتمنى تكونوا قد المسؤولية. شو رح نعمل؟ أنا في عندي تزكية. أنا برشح عاكف للقيادة. Thank you.
عفوا سيدي، فيني احكي بصراحة؟ فيك تحكي. سيدي، هذا المنصب ما بيتحمل انه يضل فاضي. هذا اللي شافه الختيار الكبير، نحن ما علينا غير ننفذ. ألو نعم؟ سيدي، قدروا يعرفوا صورة الشخص اللي كان مع نهاد والمقنع بالسيارة. الشخص اللي كان مع نهاد هو عابد. بما أنه نهاد تحرك مع عابد وكانوا سوا، معناتها بيعرفوا مين هو المقنع. حطوا فريق مراد علم دار بالكامل تحت المراقبة. بدي تحطوا فريق علم دار كله تحت المراقبة. العدد هون أكبر. النائب قال الختيار الكبير بده إجماع. شوفوا شباب، أنا بدي أشكر ثقتكم فيني، بس الشباب البقية ما عندهم نفس هاي الثقة. حطوا ثقتكم بواحد مننا نثق فيه كلياتنا. أنا مرشحي هو طلعت، وأنا برأيي إنه طلعت رح يقوم بهاي المهمة وينجح فيها. شوفوا شباب، نحن ما فينا نحل الموضوع بهالطريقة هاي. خير يا شباب، شو في؟ ليش مجتمعين كلياتكم هون؟ شو وين عبد الحي وعابد وعمران؟ ما منعرف معلم. عفوا شباب، بس أنا لازم روح مع ميرسان. الختيار الكبير كلفنا بمهمة، خلينا نفكر بالموضوع وبعدين منحكي. إذا ما بتعرفوا وين عابد وعبد الحي وعمران، شو اللي عم تعملوه هون؟ معلم، نحن منظمة الأمن القومي، بتعرف؟ ما بعرف، بعرف ضريبة القيمة المضافة، وهي عم تزعج كل الناس الأيام. معلم، شو بدك تعمل مع عبد الحي وعابد؟ شو يا ابني؟ شو جايين انتم من البرية؟ ما في عندكم بالحياة عادة اسمها التعزاية؟ معلم، هدول تفرقوا بشكل غريب بعد ما راح مراد على مدار. على كلين، كل شي بيصير بهالدنيا، منيح كتير ما رح تنترك هالدكانة فاضية. حلال عليكم خاطركم يا شباب. معلم. نعم. عبد الحي كان متصاوب وهلأ هو بالمشفى. قالوا نعم ماما، أنا منيحة، طلعت شوي لشم هوا. لا ماما، ماني جاي، ماني جوعانة. خلص ما تفكري فيني، أنا تناقشت معك بس ما تقلقي، ما في شي يخليكي تقلقي، انتبهي على حالك. الله ما بيحمل الواحد شي ما بيقدر يحمله. إذا كان في حمل ما عم تقدروا تحملوه، فهذا بسبب إرادتكم إنه ما تحملوا هذا التقل. الله ما بيظلم حدا، بس الإنسان هو يلي بيحب يظلم أخوه الإنسان. سيدي، لقينا أثر يدلنا على المقنع. تبين إنه وقت سرقوا الكتاب الأحمر والوثائق الثانية كان عابد وفي معه نهاد، يعني جماعة مراد علم دار بالقصة هي. هدول عم يشتغلوا مع السيد عادل، إذا لحقتهم أكيد رح يوصلوك لعند المقنع. سيدي، أنا أمرت يراقبوا كل مجموعة مراد علم دار. ومكانهم هلأ تحت المراقبة؟ نعم سيدي. مدام، إذا نحن ما لقينا المقنع وعادل بأقصى سرعة، ما رح نقدر نسيطر على المجلس أبدا. لا تقلق سيدي، إلا ما لاقي نقطة ضعف عندهم. منظمة الأمن القومي انتخبوا رئيسهم؟ لهلأ لسه ما بينت النتيجة. يا ترى مرساد مرشح حاله على المنصب؟ بحسب ما فهمت أنا لا سيدي، عاكف وطلعت هنن عم يتنافسوا على المنصب.
هاي نحن هون، هذا هو المكان اللي حددوا لنا اياه. طيب وين هنن؟ ما بعرف، يمكن صار معهم مشكلة. نحن لازم نرجع قبل ما يحسوا بغيابنا. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التقدير. مسكر خطه. خلينا نروح، على الأغلب هنن ما رح يجوا. امشي. معلم، لو ما كنتوا اجيتوا كان ميرساد رايح بده يقوس أركان براسه. منيح كتير انه اجينا، وقال كنت رح تقوس براس الزلمة الغلط. معلم، معقول هذا انت؟ لو ما سمعتك بإذني ما صدقت. عيب الحكي يا أخي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ميرساد، إن شاء الله بتحسن بس نحل هالمشكلة. معلم، طلعت شرح لي كتير شغلات بس صارت أفكاري كتير مشتتة. بالأخير نحن عم نحكي عن الختيار الكبير. صح يا ميرساد، بس إذا المجلس غلط واختار واحد خاين يصير الرئيس، مو من حقنا نصحح هذا الشيء وبسرعة؟ معلم معك حق، بس أنت بتعرف أكتر مني بكتير. صعب الواحد كتير بهي الظروف أنه يفرق بين اختيارات، يعرف شو الكذب وشو الحقيقة وشو الحق وشو الباطل. على قليلة هلأ في نظام مستمر ما في اضطرابات وغموض. أنا رح أخدك لعند الختيار الكبير الحقيقي، وهو رح يشرح لك كل شيء، لأنه أنت مفكرني عم أحكي بعواطفي. الانقسامات بيناتنا بلشت من هلأ. عاكف لا تبالغ بالحكي. أنا ما عم بالغ بالحكي، أنا وياك قاعدين هون، حيدر وفاطمة قاعدين بالمطبخ. أنا قررت أنه أحكي مع باقي المجموعة، بدي أقول لهم أني رح أدعم طلعت. ما بيصير هذا الحكي أرتكن. أنا ما عندي طموح أني قود المجموعة، هذا رح ينهي الانقسامات. أنا ما عندي مشكلة أشتغل مع طلعت، طلعت شاب كويس وقوي ورفينا كلياتنا، مشان هيك خلينا كلياتنا ندعمه. ماشي أخي، بس ما في إلنا وجهة نظر؟ نحن اخترناك، راح تضحي وراح تتنازل عن ثقتنا فيك يعني بس مشان ما يصير مشاكل؟ طيب بلكي أنتوا بتلاقوا حل. حاسس انه انا السبب بهذا الانقسام اللي صار. انا عم قلك لا تبالغ، يمكن الجماعة جاعوا وفاتوا على المطبخ ياكلوا لقمة. خلينا ننتظر شوي، بالاخير كل الامور رح تزبط. يلا انا رح فوت وشوف الشباب جوا. المستمعون، عذرا عن قطع الموسيقى، ولكن نبث لكم خبرا عاجلا. صعق سكان اسطنبول من اطلاق النار على زعيم الشيشان في اسطنبول وقتله. حاولنا ننقذه، اتصلنا بالاسعاف فورا، كانوا عم يقوصوا علينا وخفنا كتير، ما عاد عرفنا شو بدنا نعمل، كأنه كنا بساحة حرب. ولما وصلت الاسعاف كان الزلمة ميت، توفى بسرعة بعد الاطلاق. والشي اللي بيخوف انه العملية صارت بعز النهار وقدامنا ولا حدا هامه شي. كنت بتعرفه شي؟ أنا كنت ماشي بالشارع هنيك وسمعت صوت رصاص، أنا هربت دغري، ما بحب شوف هيك مناظر. المجرم كان يبدو شيشانيا. هلأ سنجر بعد ما صار هو الختيار الكبير التقى بالأمريكان والإسرائيليين؟ وكمان التقى شي مع الروس؟ التقى سيدي، وطبعا خلى الإيرانيين ينتظروا. يلي فهمته انه اعتبرها مجرد مفاوضات. نحن من 100 سنة خبرنا العالم
منشان يتركونا بحالنا. نحنا مالنا قوة إقليمية وما بدنا هالفوتة كلياتها. خلينا نعمر بيوتنا. بس العالم كله رافض إنه يصدق هذا الحكي. أسسنا الاقتصاد والجيش والسياسة بحيث نقنع القوة العالمية إنه نحنا برات أي معادلة إقليمية. وبسبب هذا الشيء صرنا 100 سنة من دون حروب. انتظرنا بكل صبر لتستوي الأوضاع من جديد. كان الصبر سلاحنا. انتهاء الحرب الباردة كانت فرصة كبيرة إلنا. بس طبعاً مؤسساتنا والعقلية الإدارية تبعنا ما كانوا جاهزين لهذا الشيء، وما قدرنا نغتنم الفرصة وقتها. هذا الشيء خسرنا 25 سنة، وهلأ الفرصة اجت لعنا وصارت بين إيدينا. ولحسن الحظ مؤسساتنا وشعبنا جاهزين لهذا الشيء مو مثل أي مرة ولا أول مرة. بس للأسف سنجر ويلي بيفكروا مثله من باقي أعضاء المجلس ما قدروا يحللوا التغييرات العالمية والمحلية، ولا قدروا يفهموا شو الفرصة يلي عنا إياها. لأنه نمنا 100 سنة زادت المخاوف عند كتير من رجالنا، وبرمجولن عقولن على أنه نحن أمة نايمة وما رح نصير دولة كبرى مرة تانية، وخافوا أنه الإمبريالية رح تاخد منا الأراضي اللي عطونا إياها، وأنه رح نوقع تحت سيطرة الإمبريالية الاقتصادية مرة تانية لمجرد أنه رح نحاول. يعني بفهم من حكيكن أنه هنن ما بيعتبروا حالهم خونة، بيعتبروا حالهم عم يعملوا الصح. طيب هذا الشيء بيعملهم خونة؟ إذا اعتبروا يلي مو مثلهم خاين ولازم يلاحقوه ويقتلوه، فوقتها أكيد رح يكونوا خونة، لأنه بدهم كل الناس تصدق كذبهم ومؤامراتهم. هي اسمها خيانة وندالة بنفس الوقت، ولا شو رأيكن؟ السيد أشرف قال إنه المقنع حاول يقتله. أنا منعت إنه يقتلوه. أنا وقت اللي فتت على غرفة أشرف كان في واحد من حراسه عم يحاول يقوس براسه. مو بس أشرف لحاله، كمان سنجر رح يقتل أي عضو بالمجلس إذا ما اتفق معه بالرأي أو حاول يعارضه بأي شيء. يعني بعد فترة ما رح يبقى أي حدا. المسألة هي مسألة وقت مو أكتر. أنا ما عم بفهم ليش كل هذا الإصرار. هاي خاصية المعلم مراد، ما بيحب يبعد حدا على مهمة من دون ما يقنعه على الآخر. يمكن الزلمة يشك جواته ويبطل. ماشي، بس أنا ما أجا وحاول يقنعني بالشغل. حبيبي نهاد، أنت من عظام الرقبة، فكر بحالك وكأنك القائد. أنت فيك تفتح باب القلعة، بس يلي بيجيب القائد على باب القلعة الاستراتيجية. خلص ماشي اقتنعت، بس لا تصرعني. ما تحكي معي هيك، وإلا بطل احكي معك على الأخير. ما عندك مشكلة بالعملي، بس بالنظري بدك لسه دروس كتير. خلينا نعتبر إنه مشي حال الشغل تبعنا وقدرنا نقضي على سنجر. بهي الحالة ما رح ينهار المجلس، لأنه خلال 3 شهور تغير فيه 3 رؤساء، وهذا الشيء طبيعي اللي بده يصير. طيب أنت شو بتقترح علينا؟ أنا أقرب واحد لسنجر. إذا بتطولوا بالكن رح دور ورح أقنع باقي الأعضاء. بهي الحالة بس يروح السيد سنجر من المجلس ترجعوا لرئاسة المجلس، وهيك المجلس أكيد ما رح ينهار. بالمجلس حالياً أنت فرصتنا الوحيدة، ما فينا نخاطر ونضحي فيك. سنجر ذكي وبيفهم كل شيء، اشتغل بالمخابرات 40 سنة، إذا حاولت تدور بوراقه رح يعرف بهذا الشيء فوراً.
أنت بس هيئ لنا الفرصة يلي منقدر من خلالها نمسك سنجر، والباقي نحن منقوم فيه. قلتيلي انك مانك جاي. قلت بلا ما تفكري اني زعلانه، مشان هيك اجيت. فوتي حبيبتي فوتي يا روحي. بنتي كلياتنا نوصل لعمر معين وبعد هذا العمر ما بيعود فينا نتحمل التوتر. يعني برايك لازم دير ظهري على مشاكل ابنك وعمايله؟ ايه حطيتي ايدك على الوجع. بنتي أنا ما حبيت خبرك على التليفون، يعني إنه أمك قاعدة فوق. وليش هي هون؟ بصراحة أنا اللي جبتها، لأنه ما هان علي إنه تضل قاعدة بالمستشفى لحالة. عدوا وحكوا مع بعضكم، احكوا كل شي بدكن يا، ما تخلوا شي ما تحكوا مشان الدنيا والآخرة. أمي أنت ما بدك يعني إني عصب، وهلأ رح عصب. أنا سلمت على أمي كرمال كل شي حكيتي، بس ما رح خليها تاخد حياتي. تبطي صوتك، عيب هلأ بتسمعي. خليها تسمعني، أنا ما في عندي أم بهالحياة. بترجعكي ما تضغطي علي بهالموضوع. عمران، أدوية القلب تبع الرئيس خلصت، لازم تجيب لنا غيرها من المشفى. ما رح روح وأحكي مع هاد المجنون يا عابد، بعتني هاد. مو مشكلة معلم، أنا بروح وبجيبهم. لك شو جنيتوا أنتوا اتنين؟ ابني لك أنت أكتر واحد مطلوب بين كل المجموعة، شو نسيت هذا الشي؟ يلا عمران ما تطول. ايه حسني، شو الاوضاع عندكم؟ اي اوضاع قصدك؟ قصدك الاوضاع الدوليه ولا الاوضاع الاقليميه؟ بطلت اسال حسني، الشغلتين مع بعض ما بيهموني. عبد الحي وينه؟ والله عبد الحي هربان مو مبين. كيف يعني عبد الحي هربان من الشرطه؟ لا معلم، هربان من المشفى، يعني من القطاع الصحي. طيب عابد وينه؟ الحقيقة عنده ضيف من الجبل، بس الموضوع سري وما بينحكى فيه. لك انت شو عم تحكي يا ابني؟ ضيف من الجبل؟ وينهم هدول؟ ما نم بالمكتب؟ وعم نتصل ما حدا عم يجاوب. معلم رح يجي زلمة من طرفهم بعد شوي، فيك تنتظره وتسأله وهو بيجاوبك. مين هذا الشخص؟ هذا بيكون الشخص الجوعان يلي بيأكلك وبيأكلني وبيأكل الكل. حسني أفعت معي منيح، شوي بحط مسدس براسك. ما بتعرف إنه ما بحب حدا يمزح معي؟ يا معلم القطاع الصحي دمر لي حياتي، وأنا بما أني مدير المشفى فعقلي ما عاد يجمع. يا ابني جاوبنا، مين هذا الشخص؟ اللي بس مين هو؟ لك شو هالعلقة اللي علقناها هاي؟ عمران معلم عمران، إن شاء الله يبقى منكم شي بعد ما يأكلكم. شوف باقي يلي قتلوا لمراد علمدار، هذا واحد من الأسباب. شوف شو عم احكي أنا، مراد علمدار دمه برقبته وما رح أقول شي غيره. باقي خلينا نشرب لنا كاسة شاي ونخلص. لك شو هالعلقة هاي؟ قولولي كيف كشفوكن وكيف قدروا يلاقوكن؟ واحد من المخابرات عطى المكان تبعنا للروس، ما في غير هالطريقة. بس الدولة التركية فتحت أحضانها لكم، لو كان بدها تسلم القائد الشيشاني كانت سلمته للروس من زمان. نحن كمان سألنا المخابرات هذا السؤال، مو بس رئيسنا يلي انقتل اليوم،
الروس قدروا يكشفوا كل تحركاتنا. حتى لو كانت الشغلة بالدولة، ما تحكوا مع حدا من دون ما تستشيروني. اختفوا هلأ، وأنا إذا لقيت الخاين أنا رح لاقيكم وخبركم بنفسي. بدك تستعجل بحركتك شامل، ما رح نقدر نضل من دون حماية الدولة التركية. لازم على القليلة نعرف إنه فينا نرد عشان نعرف كيف نركز وضعنا. انتبه، هادي اللي بدهن اياه الروس، تعملوا عملية ضدهم تركيا مشان تركيا تحطكم برا، ما تكونوا طرف. انت لقينا الخاين، ما بدنا نتخبى كتير. جيت من الباب هذاك اليوم، كان في هون 3 كاسات شاي، بس الأخيرة انكسرت ومتى أيمار إجا من هذا الطرف. ليش مرة وقت على روحة ميرساد؟ صار له حوالي 2 ساعة. اتصل فيه معلم؟ لا، ما لازم نخاطر أبدا، بس إن شاء الله ما يكونوا مسكوه. إن شاء الله ما يكون غير رأيه وقرر يرجع، لأنه إذا مسك طلعت رح يعرف، رح يخبرنا دغري. Thank you.
بداية الختيار الكبير السابق. جر الدولة على مصايب كبيرة وكان لازم ننقذ الدولة منه. ومشان نشتت انتباه مراد علمدار رتبنا وخططنا لاغتيال رفيقه مماتي باش. منيح هيك سيدي؟ ايه سميح منيح. سيدي هالأعمال كلها على مين بدك تحملها؟